تذكر الحادثة تذكرها انا واحنا بيتنا كل واحد بيناتنا فرع لعاب حلقة ايه ابو غايب وانت يا اخو ايش القضية شو استغليت هاني اسمع اسمع شو استغليت هاني انا عربانة مال اللبلبي ذاك اللبلبي اللي يخبل ايه الدنيا باردة تقتل انت غير عقلك تجاري لا عبالك انت زين يم بيت ابو غايب ذاك اللبلبي اللي يخبل ويلي عربان ثاني هم نفضلته مال شلغام ايه بس جت تبيع غالي اي ده شغل الموقف طبعا طبعا ابيع غالي هي الدنيا تقتل يمكم زين يم بيتكم ايش قمت ابيع موطه ومي بارد موطه ومي بارد ايه عربانتين مال موطه و180 صندوق مال مي بارد هناك طبعا نفضتهم بثلاث دقائق مع العلم شنو الفرق بيناتنا شارع بشارع ايه بس هي حظوظ حظوظ ايه بالعافيه